اقول لك ايه يا بهير، انا مش هقدر اقعد هنا اكتر من كده. انت عارفه الارض لوحدها في البلد ولازم حد يرعاها، واللي انا بقالي هنا ياما. ولا يهمك يا اخوي، سافر انت بالسلامه وانا هنا بدالك. اللي مش عارف يا بهيره، حاسس كده اني متقصر واللي تعبان حبتين. انا زعلان من نفسي قوي يا بهيره، حاسس اني كان لازم اطبق في ثمارة رقبه البت دي ولا اطلع روحها في ايدي. اللي بس برضه الكلام اللي انت تقوليه فيه شيء من المعقول. اني هجيب لك من الاخر وهكون صريحه معاك، اوعى تفتكر اني مش جوايا بيغلي، لا ده اني جوايا بيغلي نار، بس مش من البت ليلى، من اللي ظلمها. احنا اللي مش عايزين نشوف الحقيقه، البت نضحك عليها واحنا اهلها، ايه نسيبها في الشارع نرميها ولا نقف جنبها؟ داني اخد حقها من عين اللي ظلمها، وبعد كده اعمل فيها اللي يلد على دماغي ان شاء الله، حتى علقها من شعرها كده في ميدان عام. ومش عايزين نعمل الغلطه اللي غلطناها قبل كده يا اخوي، وسيبنا الولايه لوحديه ودي النتيجه. ما انت اللي طول عمرك بتكرهيها يا بهيره. بكرهها، كانت شايفه نفسها عليا وفاكره نفسها انها احلى مني. فاكر لما كانت بتيجي مع المرحوم جوزها وتتنك كده عليا، فاكره نفسها بنت انصل الوز ليه على ايه؟ بس اللي هي في حاجه، ونكون اني اكرهها او احبها حاجه تانيه خالص. لا راجل يا بنت يا بهريري. راجل؟ راجل ده ايه يا راجل؟ امال الاتنين اللي جايبهم لك زي الفل في البلد دول ايه؟ قوامتي ولا قوامتي؟ لسه صاحية؟ ما نمتيش ليه؟ النوم مش عايز يجي يا بهيرة. لا يا أختي، أنت لازم تنامي كويس وتتغذي كويس، عشان البت لما تشوفك تحس إنك قوية ووراها كده في ظهرها، عشان هي تهدى وتفكر وتعرف تاخد حقها من اللي ظلمها. ما تسيبنيش يا بهيرة. أسيبك إيه يا ولية؟ ده أنا سايبة داري وحالي وقاعدة معاك أهو. والله يا اختي كانت متجوزاه، انا مش بكذب عليك، عارفه لو هي ما كانتش متجوزاه انا اللي كنت قتلتها. مين ده اللي يستجري يمس شعره من شعر ليلى؟ ايه رايك بقى ان ليلى انا بحبها زي بنتي تمام؟ صحيح انا كنت مقيره منك شويه، بس يلا المسامح كريم يا ولي. ما تسيبنيش يا بهير، انا مش عارفه من غيركم كنت هعمل ايه. هسيبك ايه بس، فارس مسافر يطل على الارض وعلى العيال، واني قاعده معاكي ان شاء الله مليون سنه، هقعد معاكي لحد ما البت تخرج من ازمتها وترفع راسها قدام ناس كلتها، وبعد كده هاخدها عندي في بيتي ااكلها واشربها من خير اهلها عشان تربرب كده. مش عارفه اقول لك ايه يا بهيره. يا اختي لا تقولي ولا تعيدي، قومي اعملي لنا فنجانين قهوه حلوين كده عشان نعرف نتحدد مع بعضينا، عشان نشوف هنعمل ايه. على فكره انا لازم اروح للبيت عشان تحس ان اهلها وراها وانهم ساندينها، وكمان لازم نكلم المحامي نشوف عمل ايه، مش هو المفروض يكون راح لها؟ طيب سيبي ترتيب الحاجات دي كلها علي، صحيح انا فلاحه لكن قروبه. تقلقيش وحياة النبي، كل حاجة هتبقى 100 فل و15 كمان. شوف الولية، عمال أقول لك عايزة أشرب فنجان القهوة وأنت مطنشة. سامحيني يا بهير يا أختي. سامحك يا أختي، إحنا أهل. قومي بقى يا ولية، عايزة أشرب القهوة أنا فوق حيطين. أنا كنت قلت الذوق معاكي قوي. عادي يعني، إيه الجديد؟ قومي يا أختي، ما دام ضحكتي كده اعمل لنا فنجانين القهوة، ولو مستكتره انا اعمل لك القهوة واجيبها لك لحد عندك كمان. انا اقوم اخدمك بعناية يا حبيبتي. لا يا اختي مش عايزة عينيك، انا عايزة فنجان القهوة. ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا. ويخليكي يا اختي. رجع الولاية يا رب.
ايه يا منير؟ ايه يا حبيبتي؟ انت مش هتتعشي ولا ايه؟ ايه ده؟ انت مخرجه هدومك كده ليه؟ مفيش يا ماما، انا بس حاسه انه كل اللبس ده ما بقاش يناسبني. ما بقاش يناسبك؟ هو اللبس ده مش انت لسه اللي جايباه من شهر؟ ايوه يا ماما، بس خلاص كله قصير وضيق وحاجات نص كم، ما بقاش يناسبني. ما بقاش يناسبك؟ هو انت اللي اخترتيه ولا حد اختارهولك؟ جرى ايه يا ماما؟ هو انا مش من حق اختار لبسي فعلا ولا هو كلامه خلاص؟ خلاص يا بنتي، انا رايحه اعمل العشاء. مين قال ان احنا احرار وان لينا حق الاختيار؟ كل حاجه في حياتنا قدر ونصيب، احنا ملناش الحق في اختيار اي حاجه، لا اسامينا ولا اهالينا ولا حتى اللي بيحصل لنا. وخلي بالك يا منيرة، الدنيا ما تتأمنش، الخطر ممكن يبقى جنبك وانتي مش شايفاه. حتى نور، مش يمكن هو كمان كذاب؟ ايوه طبعا ممكن، مفيش حاجة في الدنيا واضحة او اساسية، انتي لازم تعملي حسابك وتاخدي بالك. الموت يا منيرة، الموت ممكن يجيلك فجأة، يعني انتي ممكن تموتي دلوقتي، هتعملي ايه؟ بعدين الموت ده حاجة فظيعة، ده متر في متر، بعد اللبس والأكل والطموح والجوز والعيال، موت يعني فناء، يعني كله ملوش أي لازمة. لا، ده من الواضح بقى إن القضية دي هتاخد وقتك كله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. لا مش للدرجة دي يعني. مش للدرجة دي؟ ده للدرجة دي وأكتر كمان. أنت عارف أنت بقالك قد إيه قاعد كده؟ كتير مش كده؟ كتير قوي. عملت معاها إيه النهاردة؟ تمام. أنت عارفة إن أنا افتكرت كلامك اللي أنت قلته لي وأنا نازل من عندها؟ بجد؟ آه، الكلام اللي أنت قلتيه إنك مستعدة تقتلي أي حد يقرب من ابنك. أيوه أنا قلت كده. هي كمان قالت نفس الكلام. أقول لك على حاجة؟ ايه؟ بغض النظر عن الجريمة وانها حاجة صعبة قوي ان حد يقتل حد، الا لو كانت فعلا في حالة دفاع عن النفس زي ما هي قالت، لكن انا حاسة ان انا معاها ومعجبة بيها قوي. انا كمان معجب بيها قوي. ده الحكاية كبرت متر. قولي انت عملتي مع جلال؟